وبهذه المناسبة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. نرحب فيك معالي الأمين العام في نشرة الثالثة. بداية، كيف تقرأ معاليكم نجاح عمل مجلس التعاون الخليجي كمنظومة في تحقيق التكامل والتنسيق بين دوله في مختلف المجالات؟ حياك الله أخي علي، وأود في البداية أن أتقدم لتلفزيون مملكة البحرين في خالص الشكر والتقدير على منحي الفرصة للتواصل معكم ومع جمهور تلفزيون مملكة البحرين حول هذا الموضوع. نعم. وأود أيضا أن أكرر رفع التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح القمة العربية الأخيرة التي عقدت في المنامة. وأود أن أشيد بالمخرجات الهامة التي أطلقتها هذه القمة، والتي أيضا من شأنها أن تعود إن شاء الله بالمنفعة على كافة الشعوب العربية وعلى العمل العربي المشترك. وأشيد بنفس الوقت بالتنظيم الرائع والتنسيق المتميز لهذه القمة التي عقدت بسواعد بحرينية من خيرة الشباب والشابات الذين الحقيقة نفتخر بهم جميعا ونفتخر بجميع شبابنا وشاباتنا الخليجيين. نعم. وأود أيضا من هذا المنطلق أخي علي، وبمناسبة الذكرى 43 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أرفع التهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو خالد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله جميعا ورعاهم، وإلى شعوب دول المجلس مبتهلا للباري عز وجل أن يحفظنا جميعا. نعم. وأن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن نستمر جميعا في عملنا نحو تحقيق منجزاته التكاملية بما يعود بالخير والمنفعة والنماء على جميع مواطني دول المجلس في ظل منظومة خليجية واحدة قوية ومتماسكة بقيمها الثقافية والحضارية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي بمبادئها الدبلوماسية الخليجية الحكيمة والمتزنة. نعم. عودة إلى سؤالك أخي علي، فأنا والله الحمد الحقيقة سعيد جدا بما حققته دول مجلس التعاون في العديد من النجاحات بعملها كمنظومة منظومة مترابطة منذ تأسيسها في العديد من المجالات، سواء في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال العسكري والأمني والاجتماعي والتعليمي والصحي. وهذا التكامل يعني حقق نتائج كلنا نلمسها، نتائج أمس تلامس بشكل مباشر المواطن الخليجي وفق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو غالي الدول المجلس حفظهم الله ورعاهم. ولازلنا الحقيقة نطمح إلى المزيد في مجلس التعاون وإلى مزيد من بذل الجهود لتحقيق المزيد من التكامل والترابط بين دولنا جميعا. نطمح كمنظومة أيضا أن تواكب نجاحاتنا هذه المشتركة أو العديدة، النجاحات المتعددة التي حققتها دول مجلس التعاون جميعا. فأنا متفائل وأنا مؤمن إيمان تام بأن هذا العمل متكامل ومترابط، والخير بالأمام والحمد لله حققنا الكثير. نعم معالي الأمين العام، بالنظر إلى هذه الطموحات، ما هي الخطط القادمة لتعزيز العمل الخليجي والارتقاء بالمنظومة من أجل تحقيق طموحات المواطن الخليجي؟ ما في شك يعني ضمن حرص أصحاب الجلالة قادة الدول والفخامة قادة الدول مجلس التعاون، حرصهم دائم، حرصهم وتأكيدهم على المضي قدما في هذه المنظومة على كافة الأصعدة. هنالك العديد من الخطط اللي ممكن أستعرض وإياك جزء منها، والمبادرات والمشاريع التكاملية بين دول المجلس، ومنها على سبيل المثال، وهذا هو يعني اللي راح يكون فعلا التاج الأساسي لعملنا الخليجي المشترك، ألا وهو استكمال خطوات الاتحاد الجمركي وتطوير سوقنا الخليجية المشتركة. نحن على ثقة كبيرة بأن تحقيق هذين الهدفين سيشكلان العصب الأساسي وسيكونان الركيزة الأساسية التي سيلتمس منها المواطن الخليجي أخي علي تقاربنا والمنفعة المباشرة. هنالك خطوات ملموسة
تجاه تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل الإجراءات التجارية. هنالك اتفاقيات تجارة حرة ولله الحمد وقعناها في العام الماضي في 2023 بين دول مجلس التعاون وباكستان، وأيضا اتفاقية أخرى بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية. هاتين الاتفاقيتين سيعودان بالمنفعة بشكل كبير للأسواق الخليجية، ونحن بصدد الآن التفاوض مع عديد من الدول لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة. هذه اتفاقيات مهمة ستفتح أسواقنا، ستساعدنا كثيرا على تنويع مصادر دخلنا. هنالك خطط أخرى حول تطوير المنظومة الدفاعية المشتركة وتحديثها، وهذا أمر يعني مهم جدا، يعكس مدى ترابطنا ويعكس مدى أخوتنا وتراحمنا وبذلنا الغالي والنفيس تجاه بعضنا البعض. هنالك خطط واضحة تعني بالارتقاء بالتنمية البشرية الخليجية، هنالك إطلاق برامج تعليمية وتدريبية مشتركة، نحن نعمل على تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبيئية، استكمال مشروع السكك الحديدية، وهذا أيضا مهم جدا بأن يعني نحققه خلال إن شاء الله المستقبل القريب. هذا يعني يكون دافع أساسي نحو ربطنا في بعضنا البعض. يستطيع المواطن الكويتي الخليجي يعني ينتقل من الكويت إلى عمان دون أن يستخدم جواز سفره، ينتقل بالبطاقة الشخصية وعند الإمكانية أن ينتقل أما جوا أو برا أو عن طريق السكك الحديدية. فهذا يعني أسمى آيات وأسمى أنواع الترابط فيما بعد. فهنالك خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون في مجال البحث والتكنولوجي. المجال رحب أمامنا أخي علي وواسع، ونحن ولله الحمد يعني جنينا ثمار عديدة ونعمل على جنيها. الشيء المهم الآخر اللي أود أيضا أن أشير له أخي علي هو الجهود المبذولة الآن ونحن نتكلم بين الدول الخليجية الست والأمانة العامة لمجلس التعاون لإصدار التأشيرة الخليجية الموحدة. الآن أي مواطن غير خليجي بإمكانه أن يحصل على تأشيرة يستطيع من خلالها أن يزور الدول الخليجية الست. العديد من الحقيقة المشاريع والمبادرات والخطط اللي بإذن الله يعني ولله الحمد في العديد من الإنجازات، وهناك أيضا العديد من الخطوات التي يجب أن نتبناها لتحقيق تكاملنا المنشود. لا زال أمامنا الطريق، لا زال علينا أن نقدم أكثر ونقدم التضحيات الأكثر حتى يعني نحقق ما يؤكد عليه قادة دول مجلس التعاون ورعاهم على كافة الأصعدة. ونحن إيمان نؤمن إيمان تام الحقيقة بأن بمقدرتنا عمل المزيد وتحقيق الأفضل والخير بإذن الله أمام دول مجلس التعاون وأمام شعوب مجلس التعاون. معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، شكرا جزيلا لك.